بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Ordering, Grouping, Sizing and Positioning Objects راح يكون الحديث إن شاء الله بإذن الله. الشباب مع السلايد بتاعي في كاركتر وفي كابشن. شوفوا يا جماعة، عايزين نلفت الانتباه لنقطة جميلة خالص، ان الحاجات بيتم ادراجها على حسب ترتيب ادراجها جوه مساحة العمل. يعني لو انا جيت احط ان الكاركتر بتاعي هلاقيها ان الكاركتر بقيت ورا مين؟ ان الكاركتر بقيت ورا الكابشن بنفس الترتيب اللي هي كانت موجودة فيه في التايم لاين. طب لو انا سحبت الكاركتر وعليتها فوق الكابشن هلاقي انها بتبتدي تيجي معايا. نفس الفكرة يا جماعة، لو انا رحت ضغط على الكاركتر ديت ورحت والله على قائمة فورمات وقلت له والله اه سند فورورد، لو انا قلت له اسف سند باكورد او سند تو باك او سند باكورد هلاقيها رجعت ورا. نفس الفكره وانا ضغطت عليها كليك يمين وقلت له والله برينج تو فرونت هتلاقيها طلعت لقدام. فالقصه ديت هي اللي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي اوردرنج او ترتيب للاوبجكتس بتاعي. يعني عندك كليك يمين وعندك انت ترتيب على حسب التايم لاين، او انت ممكن تضغط على شكله من قائمه فورمات تبتدي تختار من الجانب بتاع الارينج ديت. ده يا جانب. الجانب الثاني يا جماعه بخصوص الموضوع الخاص بالجروبنج. الجروبنج ده واحده من ضمن النقط الجميله خالص اللي بتساعدك في ان انت تجمع شغلك بدل ما تحركه بشكل منفصل. يعني سي لو انا كان معايا ده الاوبجكت ده والاوبجكت ده، هضغط على الاوبجكت ده وضغط على كنترول يا جماعه، افضل ضاغط وابتدي اروح على الاوبجكت الثاني وجست اضغط على كنترول وابتدي اضغط على الاوبجكت بس من التايم لاين، هلاقي الاثنين يتعمل لهم سيلكشن. حتى انا شايف ان الماوس بتاعي بيجي زائد، لو ضغطت هيسيب لو ضغطت هتبتدي تتضاف. من الاثنين دولت ممكن اضغط كليك يمين واقول والله جروب وجروب، اور من يروح على قائمه فورمات واقول له والله من قائمه جروب اختار لي جروب. بيقول الاثنين دولت يا جماعه مجموعه واحده. وبص في التايم لاين بدل ما كانوا الاثنين اوبجكت، بدل ما كانوا الاثنين منفصلين خلاهم لي مجموعه، وراح اظهر لي سهم صغير كده عامل زي الكي فريم في الافتر افكس. لو ضغطت عليها الاقي ان الاوبجكت بتاعي جوه منه لكن مستخبيين. لو انا واقف على جروب وعملت موف هلاقي ان المجموعه كلها بتتحرك، لكن لو انا دخلت وعملت موف على واحد بس الاقي ان هو بيتحرك بشكل منفصل عن الباقي. طبعا انا عامل سيلكشن عليه هو، مش عامل سيلكشن على المجموعه. لو انا عامل سيلكشن على المجموعه الاقيها هي بالكامل بتتحرك. طبعا زي لو انا عملت جروب ممكن اغرق كمين افك الجروب بتاعي بان جروب مره ثانيه. ده الجانب الخاص بالجروبنج، ده واحده من ضمن النقط اللي ممكن تساعدك في ان انت تجمع شويه حاجات ليهم دخل ببعض. يعني الجانب يا جماعه التالت الخاص بمساله السايزنج، خلينا نعمل كليك يمين وان جروب بقى وناخد الكاركتر ديت. ولو رحت لقائمه فورمات يا جماعه هبص على الجانب الخاص بالسايز، وفي السايز ذات الحجم بتاعها يا جماعه. لو انا مثلا هي كانت 72، لو انا ابتديت اعلي في طبعا في الهاي والويتس يا جماعه تمام، هلاقي انها بتزيد وان الاثنين كونكتد ببعض تمام. لو انا قلت له والله ديت مثلا 500 وعملت انتر هلاقي ان برضه الواتس بتاعي اتاثر بالقيمه بتاعها. خلينا نجيب من الاخر كده ونكبر ديت ونشوف السايز. المشكله في السايز يا جماعه اني انا عامل لوك للاشبكت ريشيو، فطالما انا عامل لوك للاشبكت ريشيو يبقى مين؟ ها يبقى الواتس بيزيد بنفس القيمه اللي بيزيد بيها الهاي، لكن لو انا شلت اللوك ديت يبقى لو انا غيرت في الهاي الواتس طبعا مش راح يتاثر. الجانب الخاص اللي بعد ممكن خاص بالروتيشن، انت ممكن تبتدي تعمل الإمالة للشخصية بتاعك حوالين محاورها المختلفة. الجانب الثاني الخاص بالسكيل ده بيعمل لك زي زوم كده او بيكبر بشكل بنسب مختلفة طبعا لان انت عامل لوك للاشبكت ريشيو، فنفس الفكرة. الجانب اللي بعد منه كان خاص بالكروب، والكروب ديت الأداة اللي بتبتدي تقص الأجزاء بتاعك. هنا بدي لك الاوريجينال سايز لو انت كنت عايز تعمل كروبنج ليها. طبعا انا بنفضل بصراحه لو انت عايز تعمل كروب للمشهد ده بتبتدي تختار الاداه نفسها وتبتدي انت تمنتج عليها، على بحيث ان المشهد يبقى بريفيود معاك، انت بتبتدي شايف المشهد بكل ابعاده وبتخلص القصه بان انت خلاص اوكي تمام كده قصيت المشهد بتاعك. الجانب الثاني خاص بالاماله يا جماعه، بتلاقي من فوق كده عليه الجانب ده. طبعا انا عملت هوفر او ضغطت على الشيفت هبقى هيميله لي حوالين زوايا مختلفه طبعا، يعني غير الفري. لو انا سبت ايدي من الشيفت هيميله لي مش بزوايا، يعني هيميله لي بشكل حر. ده بخصوص الجانب الخاص بالبوزيشننج. بمناسبه الحديث بقى عن الالايننج يا جماعه، لو انا رحت على الشكل ده رحت على قائمه فورمات وبصيت على الجانب الخاص بالالاين هلاقي عندي نقط مختلفه. عندي الاين ليفت على السلايد، اور الاين رايت، اور سنتر، اور في السنتر هيحطوا لي في نص الخليه، اور معايا الاين ميد هيحطوا لي في المنتصف، ديستريبيوت هوريزونتالي هيبتدي يسيب لي مسافات هوريزونتالي اور فيرتيكالي. نفس الفكره بتاعت الفوتوشوب يا جماعه، هيحاول يسيب لي
مسافات متفاوتة، مسافات واحدة، لكن طبعا لازم انت تكون عامل سيلكشن على اكثر من شيب مختلف جوا منهم عشان تبتدي انت ايه يعمل لك الديستريبيوتد، يعني بيوزع لك الفراغات ما بين الاثنين بشكل متساوي افقي او راسي، طبعا بطن على منتصف الخلية او ما شابه. ده الجانب اللي ممكن يساعد في انت بتبتدي تعمل لوكيتنج للعناصر بتاعك داخل تصميمك التعليمي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.